في أمريكا مشاهدينا وباكستان سؤال حائر عن كيف يمكن لأم لرضيع أن تفضل الموت على الحياة؟ صحيح يا باسل، جناية الأمهات الداعشيات على أطفالهن وعلى مجتمعاتهن تثير القلق وتطرح جملة تساؤلات من شاكلة كيف وصل الأمر بأمهاتهن عنوان الرحمة إلى التضحية بذاتها وأطفالها لصالح فكر إرهابيين ضال ومضلل يدمر ويفسك الدماء بالسهولة نفسها التي يمارس فيها عاداته اليومية. تنضم إلينا من تورونتو سيدة رحيل رضا رئيسة مجلس مسلمون يواجهون الغد، أهلا وسهلا بك في برنامج اليوم. بداية، كيف وصل الأمر برأيك بالمرأة الأم التي هي عنوان الرحمة إلى التضحية بذاتها ومستقبل رضيعها ابن الستة أشهر وفاء للإرهابيين؟ نعم، هذا يظهر كيف أن هذه أيديولوجية تعتبر غسيل دماغ لضحايا داعش الذين يتلاعب بهم الإرهابيون. ولكن علينا أيضا أن نتذكر أن الأمر ليس صحيحا، أن هناك ليس جديدا، أن هناك نسوة أيضا شجعنا أولادهن ليقومون بعمليات إرهابية، وهذا مشابه للمرأة التي يغسل دماغها وتقنع أنه لابد من التضحية بابنها بطفلها للقيام بأمر مشين وفظيع هو قتل الناس. وبالتالي إن هذه الأيديولوجية وغسل الدماغ من قبل الراديكاليين يكون معمقا جدا، وهو أمر حذرنا منه في منظماتنا منذ أكثر من 20 عاما. علينا أن نرى ما يتعلمه الأطفال من يعلمهم على الكراهية. طيب سيدة رحيل، وكيف يمكن أو يعقل أن هناك في مجتمعات غربية تصور وجود هذا النموذج لنسوة أفضى بهن التطرف إلى اندفاع جنوني صوب الموت عبثا؟ نعم، لقد تم زرع هذه الأيديولوجية التي تأتي من المملكة العربية السعودية وعلى ظهر دولارات النفط، ليست بجديدة وهي غرست في الغرب على يدهم منذ سنوات. وطبعا هذا التحول لا يحصل في غضون يوم أو يومين أو أسبوع، بل هي عملية تحصل على فترة زمنية طويلة. داعش والقاعدة والنصرة والطالبان هم لديهم فعالية من الناحية التكنولوجية، يستعملون التكنولوجيا لغسل دماغ الناس الذين يجدونهم على الإنترنت، يبحثون عن مرأة وحيدة مثلا أو عن نساء تعيسات في حياتهن أو رجال يمكن استهدافهم، ويبدأون بالاتصال معهم وبمصادقتهم. ثم هناك عملية كاملة يطبقونها على فترة من الوقت. وإن نظرنا إلى تشفين مالك نرى إنها كانت على تواصل مع متطرفين، وإنها كانت تتعلم الأيديولوجية المتطرفة مما أدى بها إلى قتل هؤلاء الأبرياء. وبالتالي هذا يحصل ليس فقط في بعض أرجاء العالم المسلم، ولكن أيضا في الغرب، لأن في الغرب هناك شباب لديهم مشاكل مع عائلاتهم، هم شبان لديهم مشاكل اجتماعية واقتصادية، وبالتالي يسهل التلاعب بهم. طيب، ولماذا برأيك استطاعت تلكم الأمهات أو كذلك المراهقات أن يتناغمن مع فكر داعش بكل تطرفه وقسوته؟ المرأة والفتيات يقال لهن إنهن سيغيرن العالم، ويقال لهن إن هذه الحياة ليست مهمة، بل ما يهم هو حل الحياة بعد الموت، ويقال لهن إنهن سيقتلن الشر، يعلمن الكراهية، إن الغرب هو شرير. ولكن هنا يرسلنا إلى الغرب للقيام بهجمات وللعاصفة سادا في هذه المجتمعات، وأحيانا
هناك تعليم تأتي من بعض المنظمات، أحيانا تأتي مباشرة من القادة، وهو أمر يحصل في كل العالم الغربي. وعندما نسمع كذلك هذا الكلام عن كراهية الآخر باستمرار، فذلك ينزع طابع الإنسانية عن الآخر، وعندما ننزع هذا الطابع يسهل تطبيق العنف واستعماله ضد الآخر. من الناحية النفسية كل ذلك يتعلق بغسل الدماغ وعلم النفس واستعمال علم النفس لاستغلال من لديه غضب في ذاته. لنقل مثلا أن هناك بعض الشبان الذين تغضبهم سياسات الغرب، يسهل تحويلهم إلى الإرهاب لأنهم يقنعون بضرورة التحول إلى ردة فعل عنيفة، ولكن هذا ليس الحل. أنا مثلا مسلمة أمارس ديني ولدي طبيعين وأعيش هنا، بالتالي عندما أتعاطى مع المشكلة أتعاطى عبر الحوار والمناقشة، ولكن هؤلاء الناس الذين يغسلوا دماغهم يصبحوا هدفا مباشرا لداعش، وهم مقتنعون إنهم سيغيرون العالم وإنهم سيقوموا بشيء يبرره الإسلام، لأن داعش يستعمل الإسلام كوسيلة للدفع بهذه الرسالة. طبعا يستعملون نسخة مضللة من الإسلام، يستعملون بعض الكلمات خارج نطاقها ويقولون هذا ما يريده الله، ولكن الله لا يريد أن تقتل الأبرياء. طيب، حين يحذر البعض من أن بعض مناهج مدارسنا في الشرق هنا تنتج إرهابيين، وحين يعترض البعض الآخر على أن بعض مساجدنا تخرج إرهابيين، وحين يرفض البعض الآخر أيضا بعض خطابنا الديني باني الفكر المتطرف، أليس هناك حاجة برأيك لمراجعات عميقة جدا؟ من دون شك، فأنا أيضا بشرت بحركة جديدة مع آخرين، هو حركة الإصلاح في الإسلام. نحن 25 شخصا اجتمعنا وطلبنا من الجميع الانضمام إلينا، ونقول بوضوح لابد من أن يكون هناك إصلاح في طريقة تفسير وتطبيق تعاليم الإسلام. وأنت على حق، هناك المدارس، بعض المساجد التي تعلم الكراهية والتطرف، ولابد من أن يتوقف ذلك فورا. عندما تعلم الكراهية تدفع بالعنف إلى الأمام، وبالتالي هناك حاجة ماسة في العالم الإسلامي برمته بأن ينظر إلى المناهج، أن ينظر إلى الرسائل، إلى الأيديولوجيات، أن يرى مصدرها، أن يحدد مصدرها وأن يأتي بتغيرات. علينا أن نستعيد الرسالة الطاهرة والجميلة التي تعلمناها عن الإسلام. علينا أن نتكلم عن الرحمة، علينا أن نتكلم عن الآيات القرآنية التي تقول منذ مئات السنين أن ما يعلم اليوم غير صحيح. عندما نتكلم مثلا عن الجهاد المسلح، كان يطبق منذ قرون في أيام المجتمعات القبلية، لم يكن هناك دول وأوطان وحدود، ولكن في القرن 21 لدينا الأمم المتحدة، لدينا أوطان، لدينا حدود، وبالتالي يجب أن يقوم كل القادة الدينيون برفض الجهاد المسلح. كذلك لا نحتاج إلى العبودية وإلى تعدد الزيجات، المرأة لديها حقوق معادلة لحقوق رجل. كل هذه الأمور لابد أن نتكلم عنها، ونحن بشرنا بالنقاش، نريد أن ينضم إلينا الجميع. لدينا صفحة على فيسبوك هي حركة إصلاح الإسلام، ونريد أن يتكلم معنا الجميع، أن نتناقش، أن نتحرك، وأن نقدم هذا الاقتراح لكل مؤسسة إسلامية لتقول إن كانت توافق أم لا. وطبعا نحن نعمل ضمن الإسلام، معنا إمامين، ونريد من كل الأئمة أن ينضموا إلينا وأن يقولوا إن الرسالة المتطرفة، إن رسائل الكراهية ليست طيبة أو جيدة. شكرا جزيلا لك من تورونتو، رئيسة مجلس مسلمون يواجهون الغد رحيل رضا، كنت معنا في اليوم، شكرا جزيلا لك.